السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس المرحلة المتوسطة، الصف الأول المتوسط، الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات. موضوع درسنا اليوم بعنوان الكسور والنسب المئوية. سنتعلم اليوم بمشيئة الله كتابة النسب المئوية على صورة كسور اعتيادية أو عشرية أو بالعكس. تمهيد: لدينا الجدول التالي لبعض الكسور على صورها في الكسر الاعتيادي وما يكافئها من الكسور العشرية وكم تساوي نسبة مئوية. أولا 1/4 أو ربع وتساوي 25%، نسبة مئوية 25%. كذلك 1/2 أو نصف تساوي 5/10، كسر عشري، نسبة مئوية 50%. 3/4 أو 3/4 وتساوي 75%، نسبة مئوية 75%. أيضا 1/5 أو خمس وتساوي 2/10، تساوي نسبة مئوية 20%. 2/5 أو خمسان وتساوي 4/10، النسبة المئوية 40%. كذلك 3/5 أو 3/5 وتساوي 6/10، نسبة مئوية 60%. أخيرا 4/5 أو 4/5 وتساوي 8/10، نسبة مئوية 80%. تمهيد: مسألة بيانات، يبين الشكل المجاور نتائج مسح حول الأنشطة المدرسية المفضلة لدى مجموعة من الطلاب. لدينا في الشكل المجاور أنواع الأنشطة المدرسية المفضلة، لدينا النسبة المئوية والأنشطة، سباحة 24، إذاعة 20، كرة القدم 26، رسم 6، مسرح كذلك 6، حاسب آلي 18. السؤال الأول: ما النسبة المئوية للذين يفضلون كرة القدم؟ من الشكل المجاور 26، ولكتابة النسبة المئوية للذين يفضلون كرة القدم لابد من كتابة النسبة على مجموع الكل، إذن 26 على مجموع كل الأنشطة، المجموع يساوي 100، إذن 26/100، وبذلك فإن النسبة المئوية للذين يفضلون كرة القدم هي 26%. السؤال الثاني: اكتب هذه النسبة بأبسط صورة. النسبة 26%، يمكن كتابتها 26/100، صورة كسر اعتيادي، ثم التبسيط وذلك بقسمة البسط والمقام على 2، والناتج يساوي 13/50. اكتب النسبة المئوية 8.3%
على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة. إذا لدينا النسبة المئوية 8 1/3 والمطلوب كتابتها على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة. فلدينا 8 1/3% هي 8 1/3 على 100 بصورة الكسر الاعتيادي، 8 1/3 قسمة 100. بتحويل 8 1/3 من عدد كسري إلى كسر اعتيادي بضرب 8 في 3 24 زائد 1 ب25/3. إذن 25/3 قسمة 100 بالضرب في مقلوب المقسوم عليه، فإن 25/3 مضروبة في 1/100 بضرب البسط في البسط والمقام في المقام 25/300. بالتبسيط هنا وذلك بالقسمة للبسط والمقام على 25 تساوي 1/12. إذن النسبة المئوية 8 1/3% تساوي 1/12. بيعت بناية ب190% من سعرها الأصلي. اكتب هذه النسبة على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة. 190% يمكن كتابتها على صورة كسر اعتيادي 190/100 وبالتبسيط وذلك بقسمة البسط والمقام على 10، إذن 19/10، وبكتابتها في أبسط صورة 1/9/10. إذن بيعت البناية ب1/9/10 من سعرها الأصلي. مثال: اكتب الكسر الاعتيادي 89/100,000 على صورة نسبة مئوية بكتابة التناسب 89/100,000 تساوي س/100 بالضرب التبادلي 89/100 تساوي 8900 و100,000/س تساوي 100,000 س بقسمة الطرفين على معامل السين، أي قسمة الطرفين على 100,000 س تساوي 89/1,000. إذن النسبة المئوية هي 89/1,000%. مثال: ثقافة: قرأت مرام 3/4 الكتاب، فما النسبة المئوية لما قرأت؟ إذا لدينا 3/5 كسر اعتيادي والمطلوب كتابته بصورة نسبة مئوية. بكتابة الكسر الاعتيادي على صورة كسر عشري 3/5 تساوي 6/10، ثم بالضرب في 100 60%. إذن قرأت مرام 60% من الكتاب. 80% نسبة مئوية هي تساوي 8/10 كسر عشري، هي تساوي 4/5 كسر اعتيادي. تعد النسب المئوية والكسور الاعتيادية والكسور العشرية أسماء مختلفة تمثل العدد نفسه. تقويم: اكتب كل نسبة مئوية على صورة كسر اعتيادي في أبسط صورة. أولاً 135%
ثانيا 66.5%. فاصل، ابدأ الحل. أولا لدينا 135%، يمكن كتابتها على صورة كسر اعتيادي 135/100، ثم بالتبسيط وذلك بقسمة البسط والمقام على 5، وذلك يساوي 27/20. ثانيا 66.2/3%، المطلوب كتابتها على صورة كسر اعتيادي، فمن الممكن كتابتها 66.2/3/100 بصورة كسر اعتيادي بكتابة القسمة 66.2/3/100 بكتابة العدد الكسري على صورة كسر اعتيادي، وذلك بضرب 66/3، وناتجها يساوي 198/2، إذن 200/300 قسمة 100، وبالضرب في مقلوب المقسوم عليه، فإن 200/3 مضروبة في 1/100، وبضرب البسط في البسط والمقام في المقام 200/300 بقسمة البسط والمقام على 100 للتبسيط 2/3، أي أن 66.2/3% تساوي 2/3. تقويم: اكتب كل كسر اعتيادي على صورة نسبة مئوية، ثم قرب الناتج إلى أقرب جزء من 100. أولا 3/4، وثانيا 4/2500. فاصل، ابدأ الحل. لدينا أولا 3/4 كسر اعتيادي، والمطلوب كتابته بصورة نسبة مئوية، فبتحويل الكسر الاعتيادي إلى كسر عشري 3/4 هي تساوي 75%، وبالضرب في 100 فإن النسبة هي 75%. ثانيا 4/2500 تساوي 16/10، وبالضرب في 100 فإن النسبة المئوية هي 16/100. تعلمنا اليوم الكسور والنسب المئوية، وذلك بشرح كتابة النسبة المئوية على صورة كسر اعتيادي، وكذلك كتابة كسر على صورة نسبة مئوية. شاكر ومقدر لكم متابعتكم، متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح، وإلى اللقاء في دروس قادمة بإذن الله.